في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم إلى الحصاد، حصاد الليل بدايته بأبرز العناوين. سنتان تمر على انتخاب نواب الشعب في البرلمان والحكومة خارج الرقابة. قبل أيام من انطلاق البكالوريا، المنشطات والشعوذة سلاح التلاميذ في الوقت بدل الضائع. تلفزيون النهار يلتقي بالجالية الجزائرية في البرازيل وينقل أجواء الشارع قبل انطلاق المونديال. وفي الحصاد تتابعون صيد الضب صحراء الجزائر، هواية تتطلب مهارة وخبرة واسعة. أهلا بكم من جديد. تمر سنتين عن إجراء الانتخابات التشريعية، وبدأ نشاط البرلمان الحالي المشكل من مختلف الأطياف السياسية سواء المعارضة أو الموالاة، والتي بدورها استنجد حوصلة النشاط طيلة العامين. أكثر تفاصيل مع حسام زواوي. مرت سنتان على آخر انتخابات تشريعية جرت في 10 مايو 2012، والتي اكتست أهمية خاصة ليس فقط بالنظر للنتائج التي تمخضت عنها، وإنما أيضا بالنظر للسياق التاريخي بعد موجة ما سمي بالربيع العربي. لكن نتائجها جاءت مغيرة للتوقعات وسط انحصار مد الإسلاميين، وما زاد من ذلك هو الاتهامات التي طالت نواب الشعب بضعف الأداء وما عرفه من اكتساح للعنصر النسوي لدرجة نعته ببرلمان الحفافات. بعد سنتين من العمل والنشاط المستمر داخل المجلس، للأسف الشديد لم تتمكن المعارضة من إسماع صوتها داخل البرلمان، سواء من خلال لجان التحقيق التي طلبتها، أو من خلال مشاريع القوانين التي تقدمت بها، أو مقترحات القوانين التي تقدمت بها، أو حتى من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية. سيطرة أحزاب الموالاة على غالبية مقاعد مبنى زيغود يوسف حطم أمال العديد من الطامحين، لكن مع ذلك ناقش البرلمان بغرفتيها العديد من القوانين التي جاءت في سياق الإصلاحات التي تعهد بها بوتفليقة، كقانون المحروقات والسمعية البصري، كما سيناقش مشاريع أخرى. هناك إيجابيات كبيرة بالنسبة لهذه السنتين من العهدة البرلمانية، لكن هناك بعض الجوانب الأخرى سلبية، وخاصة منها السياسة التي تقدمها الحكومة. نأسف لعدم تقديم السياسة من طرف الحكومة لسنة 2014. خلافا على ذلك، ومع بداية الحديث عن التعديل الدستوري، فلا حديث لنواب المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام في جلساتهم الخاصة أو في بعض الأوساط السياسية سوى عن إمكانية اللجوء إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة. وبذات الصدد، لم تتعدى حصيلة البرلمان في عهدة التشريعية الخامسة 13 قانونا تمت المصادقة عليهم من طرف النواب رغم مرور سنتين على تشريعيات ماي 2012. إكرام طباوي عادت بالأرقام لحصيلة عمل البرلمان. تمر سنتان على تشريعيات 10 مايو 2012، فترة تشريعية خامسة للغرفة السفلى للبرلمان في عهد التعددية، عرفت مسعى أحزاب فتية لدخول مبنى زيغوت يوسف لأول مرة، حيث بلغ عدد الأحزاب المشاركة في الحملة 44 حزبا، إضافة إلى تكتل الجزائر الخضراء ممثلا في 3 أحزاب إسلامية. وعرف البرلمان أيضا إقرار قانون يلزم الأحزاب من توسيع مشاركة المرأة، حيث قفز تمثيل هذه الأخيرة إلى 145 مقعد من أصل 462 مقعد، بعدما شغلت في 2007 32 مقعد فقط. نتائج هذه التشريعيات لم تأتي بالجديد، حيث لم تشهد تغييرات جوهرية في توجهات الطبقة السياسية ولا في إعادة ترتيب المشهد السياسي، حيث حصد حزب جبهة التحرير أغلبية المقاعد والتي بلغ عددها 208 مقاعد، بينما وزعت المقاعد الأخرى على باقي الأحزاب السياسية على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وغيرها، كما شغلت القوائم الحرة 19 مقعد.
سنتان مرتا ولم يناقش فيهما البرلمان سوى 13 قانون خص بعض القطاعات كالمناجم والمالية والمحروقات والإعلام، فيما لا تزال هناك مشاريع قوانين قيد الدراسة كمشروع قانون مكافحة الإرهاب والتمهين وأخرى متعلقة بالموارد البيولوجية. الصلاحية التي كفلها الدستور للبرلمان لمراقبة عمل الحكومة لم تتعدى 30 سؤالا شفويا، في حين ينتظر نواب البرلمان تقديم الوزير الأول مخطط عمله لمناقشته بعد تشكيل الحكومة الجديدة. سياسيا دائما، عبر الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش عن مدى استياء الحزب من التجاوزات التي طالت مسيرة الطلبة يوم 20 أفريل المنصرم، ومؤكدا في ذات الوقت أن مسألة الحريات غير قابلة للنقاش خصوصا إذا كانت لا تتعدى الإطار السلمي. وهنا أكرر تنديدنا واستياءنا مما جرى في مسيرة 20 أفريل بزويزرو، لأول مرة تمنع وتقمع في هذه المسيرة، لأن مسألة الحريات هي مسألة غير قابلة للنقاش، فكل شخص ما دام يكون العمل سلمي فيجب أن يدعم، ونستنكر كل ما يحول دون ممارسة المواطن لحريته الأساسية. أذا وأكد بطاطاش أن الحديث عن دستور توافقي سابق لأوانه قبل الوصول إلى إيجاد إجماع سياسي وطني، ومن ثم وضع الميكانيزمات الملائمة لتكريس هذا الإجماع الوطني. حسن زيزي. هذا هو ما يميزنا على الآخر، هذا ما يميزنا على السلطة التي تدعو إلى الدستور التوافقي. صحيح ربما يكون الدستور التوافقي محل توافق، ولكن يجب أن لا نضع العرب قبل الثيران، يجب أن يكون هناك حق الإجماع سياسي، ومن ثم يمكن أن نجد الميكانيزمات الملائمة لتكريس هذا الإجماع أو التوافق الوطني. ولكن أقول يجب أن لا هذا الدستور التوافقي سابق عن أوله. الحديث عن أي آليات تكريس التوافق الوطني سابق عن أولها قبل الوصول إلى هذا التوافق أو الإجماع السياسي الوطني. هذا وبدأت بعض الأحزاب المعارضة تعلن عن رفضها للمشاركة في ورشة الإصلاحات التي فتحها السيد عبد العزيز بوتفليقة، وخاصة ما تعلق بصياغة الدستور التوافقي بمشاركة جميع التيارات والشخصيات السياسية الفاعلة. المزيد في سياق تقرير هشام بن عودة. رفضت بعض أصوات المعارضة الاستجابة لدعوة بوتفليقة للمشاركة في المشاورات السياسية بشأن تعديل الدستور، موقف قد يختلف عليه قادة الأحزاب وتتعدد فيه وجهات النظر. فحمص التي كانت بالأمس في تحالف مع السلطة وتخندقت اليوم في صف المعارضة، يحاول زعيمها عبد الرزاق مقري التشبث بعدم الرضوخ للسلطة كما أسماه. يكفينا لعبا وهدرا للوقت، نحن الآن بعد هذه الخبرة الطويلة لا يمكن أن نسير في هذه الألعاب السياسية، لا يمكن أن نتجاوب مع هدر الوقت ومع الضحك على الأذقان وعلى تضييع فرص. أقدم حزب معارض الأفافاس هو الآخر رمى بنفسه بعيدا عن التعديل الدستوري المرتقب، واكتفى حزب الدا حسين بالتعليق على أنها لا حدث. ربما يكون الدستور توافقي محل يجب أن يكون هناك حق الإجماع سياسي، ومن ثم يمكن أن نجد الميكانيزمات الملائمة لتكريس هذا الإجماع أو التوافق الوطني. برفض هذه الأحزاب وربما أخرى في الأيام المقبلة المشاركة في صياغة دستور توافقي، تكون قد أقصت نفسها من دعوى الرئيس بوتفليقة إلى توسيع دائرة النقاش. أمام هذا كله وبالمقابل، تبينت أطروحات وآراء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بخصوص مراجعة الدستور إذ رحبت بالفكرة، إلا أن اختلاف وجهات النظر كان هو الغالب. ورقة في الموضوع مع هشام شريف.
بدأت بوادر اجتماع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع مجلس الوزراء الجديد، والتي خصص جزءا منها لمراجعة الدستور مراجعة توافقية تأخذ ردود أفعال في مختلف أجنحة الجمعيات والمنظمات الوطنية باعتبارها شريكا أساسيا في التعديل المقبل. في اعتقادنا أن هذا الدستور التوافقي لا هو دستور برلماني ولا هو دستور رئاسي، لا يمكن أن نفوض كل الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية ولا نعطيها لبرلمان يقال عنه كثير والكثير من الأشياء. إذن لابد من دستور تكون فيه النقاش الحر وتكون فيه الأغلبية في التصويت ويتضمن الوحدة في التنفيذ. مطالب التنظيمات وجمعيات المجتمع المدني وبكونها أحد الفاعلين في هذا التعديل تهدف كلها للوصول إلى تقديم آراء بما يخدم البلاد. باعتقادي من الضروري أن نفتح حوار كبير تساهم فيه كل فعاليات المجتمع المدني، لأنه هذا الدستور سيحكم الأمة لمدة لسنوات طويلة ولابد أن نعطي لأنفسنا الوقت اللازم حتى تشارك فيه كل الفعاليات وكل الشعب الجزائري. وتبقى آراء واقتراحات مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تتشابه من حيث المضمون رغم الاختلاف في النشاط. هذا وتطمح قيادة الفيس المحل إلى مشاركة السلطة في مختلف المشاورات والإصلاحات السياسية، فقضية تعديل الدستور الذي أقرها رئيس بوتفليقة أن يكون توافقي رهنت عليه قيادة الفيس المحل لإبداء رأيهم ومقترحاتهم في النقاش الذي يعول عليه كثيرا. المتابعة في الموضوع مع عادل زيدي. يبدو أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلى تريد العودة إلى ممارسة السياسة عبر انضمام بعض قياديها إلى التنسيقية الوطنية للانتقال الديمقراطي على غرار القياديين علي جدي وكمال جمازي، وكذا مشاركة علي بالحاج في تجمعات مقاطعي الرئاسيات السابقة ليشكل محاولة جديدة لاغتنام الفرص المتاحة لقيادات الفيس المحل للمشاركة السياسية وإبداء رأيها في مختلف القضايا الراهنة، خاصة وأن تعديل الدستور التوافقي محل النقاش رهن الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي الفيس مشاركتهم في النقاش في نية السلطة في ذلك. الحاجة الأولى اللي أنا نوجهها إلى فخامة رئيس الجمهورية أنه هذه المرة يعني عنده فرصة كبيرة أنه يخرج من الباب الواسع وأنه يدخل التاريخ، فإذا كان فعلا حقق الوعود التي قطعها على نفسه، وأهم نقطة ننصح بها أنه يختار البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتحثه عليه. وإن تم استدعاء قيادات الفيس المحل ومشاركته في المشاورات السياسية التي سيقودها أحمد أويحيى أنه لن يتوانى هؤلاء في إبداء رأيهم. من هو الرئيس الذي ينبغي أن يحكم الجزائر بشروط واضحة ثابتة، ثم الطريقة التي يصل بها الرئيس إلى الحكم. في المرات الفارطة كانوا يقصيمنا احنا، يعني ما كانوش يشاورونا تماما. نتمنى هذه المرة يعني يكون فعلا استشارة عامة للجميع دون إقصاء، وإن شاء الله سنبدي برأينا في هذه التعديلات الدستورية. تشكيل دستور توافقي وبعث المشاورات من جديد هو ما تطمح له السلطة في انتظار استدعاء مختلف الأطياف السياسية. اتفقت الأحزاب السياسية المعارضة على بناء تكتل موحد ولد من رحم الأحزاب المقاطعة للرئاسيات بما فيها تلك المساندة لمرشح للرئاسيات وغيرها من مبادرات لأحزاب وطنية أخرى بغرض أو لفرض نفسها كسلطة مضادة في الميدان. تقرير منى ملك. تتجه الأحزاب المعارضة بقوة نحو تبني المبادرات السياسية تحت مسميات مختلفة. التكتل الأول يسمى التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في حين أن التكتل الثاني يضم الأحزاب التي دعمت مرشح الرئاسة سابقا علي بن فليس، ناهيك عن إعلان جبهة القوى الاشتراكية عما أسمته ندوة الإجماع الوطني وغيرها من المبادرات التي تتقاطع في هدفها، وربما المشاورات السياسية حول الدستور قد تجمع بينها. الوقت سابق لأوانه باش نحكم
نحكم على هذه الكتل، نحن نقول بأنه الغاية هي واحدة فريدة، وممكن هذه الكتلة هذه رايحة في الآونة في الأيام القليلة المجيئة إن شاء الله، ممكن رايحة تتوحد في طلبة تاعها، وممكن ندير يعني ندوة تكون ممكن جامعة. صراع قيادة المعارضة المشتتة أفرز تكتلات تهدف إلى الوقوف في وجه السلطة، تبقى مبادرات يصر مهندسوها أو الشركاء فيها على أن الأصلح للمعارضة هو التعاون فيما بينها. ما ضعناش يعني النظام الداخلي، وهي في تعليق يعني الأمور يعني الأساسية متفقين احنا كل باقي كأحزاب وكشخصيات وطنية كل واحد عنده البرنامج نتاعه، ولكن احنا متفقين في القضايا الكبرى اللي تم البلاد يعني. فما مصير هذه التكتلات باختلاف توجهاتها، وخاصة في ظل رهان للتحضير لمسودة مشروع دستور توافقي تشكل فيه المعارضة جزءا من دائرة المشاورات، فيما لمح البعض بمقاطعتها. عن آخر، تشهد بعض الأنواع من المشروبات والأدوية خصوصا الفيتامينات والمقويات إقبالا خاصا من التلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا في وقت يحذر فيه المختصون من تناولها دون استشارة الطبيب لما ينجل عنها من أضرار صحية جسيمة. تقرير ليليا داود. مع اقتراب امتحانات البكالوريا يقبل العديد من الطلبة على تناول بعض المشروبات والأدوية المقوية كالفيتامينات وغيرها. كاين دي زيتيديون ولا يجيو اون جينيرال لي بارون يشلو لولادهم ياخذوا لا بليبار دي طون دي زامبول ولا ياخذوا دي كومبريمي ولا باش يعطيهم لا ميموار تكون فريمون لا هوتور، تعاونهم بالبزاف. هذا ما كان اقبال تاع الطلبه، ودي فوا سي لي بارون كي فيان دوموندي لي كثرتها سي لي كومبليمون اليمونتير، باسكو حنايا اون نو كونساي با لي ميديكامون نخلوهم سور افي ميديكال. استهلاك الفيتامينات والمقويات دون استشارة طبيب أو مختص قد يشكل خطراً واضطراباً، خاصة مع الإفراط في تناولها. De préférence, il vaut mieux ne pas les prendre. Il vaudrait mieux s'adresser au médecin le plus proche qui est plus apte à les orienter pour la façon les كما يقولوا يوجدوا روحهم وكيف سون لا فاصون لازم ياكل ولا. Par exemple, tout ce qui est à base de blé ou la haja mliha khatar ça apporte du glutamine, donc ça évite le surmenage. Il faut surtout s'organiser la façon de réviser, s'accorder des fenêtres de repos. التحضير الجيد للبكالوريا بتقسيم الاوقات والابتعاد عن القلق النفسي يغني الطلبه عن الاستعانه بهذه المنشطات. والان مشاهدينا يرفع على مسامعنا اذان صلاه العشاء بتوقيت العاصمه وضواحيها، نستمع. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة إلى الشأن التربوي، حيث ارتفع التوتر لدى التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، ولتخفيف عنهم يقدم الأخصائيون النفسانيون بعض النصائح تعرضها لنا الزميلة رضية بن همباج. مع ارتفاع الضغط النفسي للمقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، ينصح المختصون النفسانيون الطلبة بضرورة التحلي بالثقة في النفس وتنظيم أوقات المراجعة، إضافة إلى تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات. أول شيء الثقة بالنفس، ما كاش حاجة كما الثقة بالنفس، يثقوا في نفسهم ويثقوا في الله عز وجل، يعني أنه كل واحد يعمل إلا الله عز وجل يقدر الجهود تاع الناس. ثاني حاجه انه ياكل مليح ويرقد مليح ويستراح ويشرب الماء المعدني، هذه المياه المعدنيه يعني في عندما يقلق هذا الشخص يخرج له يتسبب له العرق، وبمجرد انه يتناول الماء الا ويسترجع كل القوى تاعه، يعني ويركزوا على المراجعة من السادسة الثامنة مساء. الأولياء وبحكم حبهم لأبنائهم قد يتسببون في توترهم، نقولهم ما يضغطوش على أولادهم ويحاولوا أنهم يجنبوهم التوتر، ما يضغطوش عليهم، ما يقعدوش يقولهم لازم تجيب الباك، هو على باله بلي لازم يجيب الباك، هو أعلم بنفسه وأدرى بنفسه. إذن الثقة بالنفس والتغذية الجيدة إضافة إلى دعم الأولياء كلها عوامل تساعد طلبتنا على التركيز قبل الامتحان، لكن المهم في الأمر هو العمل بهذه النصائح.
يعيش الطلبة المقبلون على امتحان شهادة البكالوريا على أعصابهم بعد سنة كاملة من التحضيرات والمراجعة، آملين في اجتياز هذه الخطوة الصعبة والمصيرية في حياتهم. هذه الحالات النفسية جعلت البعض منهم يلجأ لعروقات مزيفين أو طقوس الشعوذة أملاً في النجاح. تقرير سمية سماش. يلجأ الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا إلى عدة أساليب من أجل النجاح، فالكثير منهم يعتمد على سبل واقعية كالتكثيف من المراجعة. كما حنا في لافامي ديالنا كما نتبعوا كما على خويا واختي زعما بايزون ما مير كنكونوا خارجين صباح ترمينا الماء وتعطينا حبه سكر ثاني تندوها معنا اوتون كو بورت بونور وسافا نجحوا ويتو دونك سا مارش ويوجد روحو يقا تري بيان دو فاسون يدعي لروحو يعني هذا ما كان دو فاسون يروح واجد تري بيان مي هذوك تاع لي بورت بونور ولا يروح يرقي روحو ولا يدير حروز ولا هادوش زياده لا يدي مع حاجه جوغ نورمال مفتاح سلسله تاع عبد العزيز عليه ولا كش واحد دارها له كادو ولا خير من يروحوا عند الراقي وكابابل يدير لهم عفايس ماشي وش هو راهو حاب. رجال الدين يعتبرون هذه العادات والطقوس منافية للدين، مذكرين الطلبة بالاعتماد على المراجعة الجيدة وقبلها التوكل على الله. استعداد تام لخوض غمارها وأن يجتنب هذه الممارسات الشيطانية والممارسات التي تنافي الأخذ بالأسباب، يعني أن يترك هذه الشعوذة وما تكلمت فيه الحروز وما إليها، فإن ذلك من عمل الشيطان وذلك ليس بسبب في النجاح، وإنما تأتي الأمور هكذا على حسب القدر. هي فترة الامتحانات التي ولدت الكثير من الرقات المزيفين للإطاحة بالطلبة الذين يحاولون الوصول إلى النجاح مهما كانت الطرق. حظ موفق لجميع الممتحنين، وهو ما نتمناه الظهور لكل الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا. على المستوى المحلي يعاني سكان القرى بولاية تيزي وزو من عدة مشاكل تنموية، خصوصا إذا تعلق الأمر بكبار السن والذين لم يجدوا من يعطيهم يد المساعدة، حيث يعتمدون على ما يقدمه لهم سكان القرية من مساعدات. أحمد محمودي. في سنة 2014 عصر التطور والتكنولوجيا، لا يزال سكان القرى بولاية تيزي وزو يعانون صعوبة الحياة ويفتقرون لأبسط شروطها، كالحالة التي تعيشها الناوردية بثوريرث مقران، والتي ورغم كبار سنها لا تزال تعمل على آلة النسج التقليدي لضمان لقمة العيش. أثن دوكي الشاشن أرقص بخامقير واللي روح إنساخي حذي سنة حذيين أجبج جبج تربح الله يبارك لو معنا أخذ مخفك كان زنزوغ ستخد القوذ شزدوانا كيانت كيسي سجوجت شزدوانا كيانت عش مربات تدسي سيدي استخدم لهنا نست خبليثت إذن تبساكي ما يهذي ضعب الدولة ما يهذي هنيد أذوالين وين مضرورا أذوالين وين يغلين دي القاعة أتداونا شطوح فاركن توليش شطكي خذ مال لك تتقامارا ما تروح على الطبيب وتتقامارا ما كنت لعب دي ستن القوت وتتقامينارا ميه ضد الدولة خارسون الشطاكي بخار ما استخدمن. خالتي تركيا حالة أخرى مهددة بسقوط سقف منزلها في أي لحظة، حيث لا يمنع ذلك إلا عمود خشبي بسيط، بالإضافة إلى افتقارها لدخل يغطي لها مصاريف الحياة. عشان يدين نحن سواش القرغاس الطار سواش تفرخان دادا أقل ندي وتوفر نعمدي إلا بعضا إن كيني غادي استكيد غاكام البرد يغلي في اللغة المملين كلت على ماريا كلت إني قلار تيجي ودو تقام الشهادة أين رتشغن كيني ثلاثة الوالديني أشحال سنين يا كوريف كين القدس كانو كيستسن شهادة كين اللوضة اللوضة ثربوة أربعة المترية أربعة الحيف. دموع خالتي تركيا ومعاناة الناوردية رسالة واضحة للسلطات المعنية للتحرك والأخذ بعين الاعتبار أنه لا يزال وإلى يومنا هذا قرى يسكنها أناس معوزون ينتظرون بفارغ الصبر من سيخفف من معاناتهم. من جهته قال رشيد حدو رئيس لجنة قرية توريت مقران لأربعة نثيرة أن المسنين في القرى لا يتم الاهتمام بهم من طرف المصالح المكلفة بذلك. وكل الحالة كما نتعنا تقويا ولنا نورديا
يعني في حاله تاعهم ماشي كيف كيف. واحد راه يصدر قال كل حال المرطرات اللي ما تكفيهاش. دونك راكم شفتوا في الروبورتاج شفت كيفاش عاونا كمل لا فاندي مو تاعها بالتقاليد تاعنا. دونك اختارت البرنوش ولا حاجه ولا الحاله نتاعنا تركيه حاجه اخرى وصعيبه بزاف. وراكم تشوفوا الحاله السكن تاع ما تفرحش. والصحه السلطات المحليه اللي فاتت في البلديه ما داروا نقولوا ما داروا والو يعني خصوصا معناتها السكنه حوايج اخرين في شهر رمضان ولا على كل اوكازيون كيكون دي زوبيراسيون تاع دي زاد والناس المخصوصين. نعم. يعني على كل حال لحقتها. مي الحمد لله مع ليكيب اللي جات صافينا هنا درنا الدوسي كومبلي. نورمالمون نقول لك بطر كيستيون دو 3-4 موا ان شاء الله البروبليم تاع نطاكي نتعاونوا مع رئيس البلديه والناس ان شاء الله. نبقى دائما في منطقة القبائل. قرية إيشقفيون إحدى القرى التي تعاني على غرار مثيلتها بولاية بجاية العزلة وغياب أدنى ضروريات الحياة رغم جمالها الأخاذ وطبيعتها الخلابة. تقرير محمد سعدو. قرية إيشقفيون لا تختلف كثيرا عن حال العديد من قرى بجاية من حيث غياب وسائل العيش الضرورية خاصة الصحية. هيا زروح ومتنسي أي موسك فريد إيه نغطرح نفسها أتاري ولاش ندار وانت ولاش إيه كيفاش يديروك واحد يكون مريض هكذا كيش تروح تكوال تفطنو في التكوال ولاحد تكوال تعاوسون كان من هاد ياسنة ياوية ولاش ولاش طنوبيلات. هذه القرية تتوفر على مسجدين هجر الأول والثاني في الطريق إلى ذلك لغياب إمام. برميرما ما عندوش لابارتما سكنة ما عندوش سكنة ومخصوص بلي موية والشيخ مكاش جماعة صراحة مع القصر نراكا سواء سليم سواء غير مزرد. رغم العزلة التي تعيشها هذه القرية إلا أن السلطات المحلية صنفتها كمدينة. نروح على لي بابيي سور لي بابيي لا زون اينينا كلاسين زون اوربان لا كلاسيفيكاسيون. دونك نزمر نخدم لي بروجي لي بي بي دي ار لي فوري باغ اكزومبل ونسار الدروات خدم لي بيست لي بيست اغريكول لي ترونشي بارفو ونسار الدروه المعاونه لي زاد ولاش. كيف يتم الحديث عن حل النزوح الريفي وسكان القرى يعيشون مثل هذه الحاله وحتى السكنات الاجتماعيه التي من المفروض ان تجذبهم لا يتم استكمال بنائها. إلى موضوع آخر، حيث نظمت جمعية كفل اليتيم لبلدية بوغارة بالبليدة يوما احتفاليا لإفادة العشرات من الأطفال اليتامى بالقرية الإفريقية بسيد فرج بالعاصمة، أين عاش الأطفال المحرومون من نعمة الوالدين أجواء من الفرحة. رفيق خلف الله. أجواء من الفرحة والسرور عاشها أطفال اليتامى من بلدية بوغارة بالبليدة في القرية الإفريقية بسيد فرج بالجزائر العاصمة. شاركتهم فيها فرق موسيقية وبهلوانية قدمت فيها عروضها الترفيهية حتى ينسى هؤلاء الأطفال أحزانهم. إن شاء الله يتكفلوا أكثر بهذه الشريحة المحرومة اللي هم الأيتام. جبنا اليوم 70 يتيمة و 80 يتيم ورم زرعنا بسمع إن شاء الله وإن شاء الله يكونوا فرحانين. الأطفال اليتامى استحسنوا هذه الالتفاتة بالرغم من تواضعها حيث تمكن منظم هذا اليوم الاحتفالي من إدخال السرور في قلوب الأطفال وزرع البسمة على وجوههم. أنا فرحانة بزاف وجمعية خيرية دطلنا بزاف وخلتنا نفرحوا بيهم وأنا فرحانة. وشو علاش فرحانة اليوم؟ الألعاب. نشكر الجمعية الخيرية اللي جابتنا لهنا ونشكرها بزاف بزاف ويعطيهم الصحة. هذا ويبقى الأطفال اليتامى بحاجة إلى المزيد من البرامج الاجتماعية الفعلية التي من شأنها أن تضمن مستقبلهم. في قطاع الفلاحة تفاديا لمنع توسع انتشار داء الحمى القلاعية التي ضربت الحدود الشرقية للوطن مؤخرا خصصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
خصصت 18,000 لقاح للشروع في عملية تلقيح مضادة لهذا الوباء، كما شددت من إجراءات عملية استيراد المشفى. الموضوع لمحمد شوقي علك. بعد ظهور أولى بؤر داء الحمى القلاعية بالحدود الشرقية للبلاد، شددت المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة تطبيق التدابير والإجراءات التي تخص عملية استيراد الماشية، كإخضاع الحيوانات لفحص طبي مزدوج بين المصالح البيطرية للبلد المصدر والمستورد، والتوافق بشهادة صحية تحتوي على ضمانات تفيد بسلامة هذه الحيوانات. عندما تلحق إلى الجزائر تراقب من المصالح البيطرية في الحدود، ثم توضع هذه الحيوانات تحت الحجز الصحي أي اليودو كارنتين، ونأخذ عينات على هذه الحيوانات نبعثهم إلى المخابر البيطرية تاعنا، ومنسرح هذه الحيوانات حتى تكون نتائج التحاليل تدل على صحة الحيوانات هذه. تجديد البياطير الخواص والرسميين وتخصيص 18,000 لقاح للشروع في عملية التطعيم المضاد للحمى القلاعية خطوة اتخذت كإجراء احترازي لتجنب تفشي هذا الداء بين أوساط الماشية. وضعنا في الميدان 900,000 جرعة الذي ستلقح ماشيتنا، وزدنا إن كوموند من هذا الفاكسين، وطلبنا نزيد 900,000 جرعة أخرى. تحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الحيواني سيجنب الجزائر من استيراد الماشية والمواد الحيوانية، ما يستبعد حتمية استيراد الأمراض والتأثير على إنتاج اللحوم والحليب. دولياً الآن أعلن في مدينة غزة عن انطلاق فعاليات المسيرة العالمية نحو القدس والمقررة في 6 شهر جوان القادم، والتي تأتي في ذكرى احتلال مدينة القدس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الشعبية للدفاع عن القدس في صحة المجلس التشريعي بغزة، معلنة أن المسيرات ستنطلق من القدس والأراضي 48 والضفة وغزة، ومسيرات من مصر وسوريا ولبنان، بالإضافة لمسيرات في أكثر من 45 دولة عربية وإسلامية. مراسلنا في غزة شعيب يوسف تابع هذا المؤتمر وبعث بالتالي. فإننا في الهيئة الشعبية للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى في محافظات قطاع غزة نعلن عن انطلاق فعاليات المسيرة العالمية للقدس في هذه المحافظات، اعتبارا من هذا اليوم السبت 10 من شهر مايو أيار وحتى يوم المسيرة العالمية الحاشدة نحو القدس في يوم الجمعة 6 من شهر يونيو حزيران القادم، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى 47 لاحتلال العدو الصهيوني لشرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك. إلى سوريا، حيث تعيش اليوم مدينة حمص القديمة أول يوم لها تحت نظام بشار الأسد بعد استرجاعها من أيادي المسلحين وسط فرحة الأهالي بعودتهم إلى الديار. سارة صداقي. هكذا هو حال حمص بعد خروج المسلحين منها. هو اليوم الأول لحمص القديمة بعد الحصار الذي فرضه النظام على المسلحين الإرهابيين داخل المدينة القديمة. دمار وركام، حطام وبقايا منازل، كلها شواهد على ما عاشته هذه المدينة من هول الحرب ومآسيها. ما لا بيت ولا حيطان ولا سقف ولا عواميد، لقيت فنجان قهوة محروق، حتى الفنجان قهوة محروق. يعني المناظر كانت كتير بتوجع، والبيوت كتير حالتها يرسى لها، بس بتضلها بيوتنا. أنا طلعت شوية أغراض لأولادي ذكرياتهم. رجعنا حسنا نرجع بيوتنا، هو ما في بيوت بس الحمد لله بإذن الله بيرجع كل شيء، الله يعطيكم العافية. هذا المكان شيء منا وفينا، شيء إلنا نحن كل، ما في حمصي ما بيحب هذا المكان، هذا اللي بيعبر عن حمص، هذا أحلى مكان اللي هو ساحة الساعة والساحة جديدة. وبعد عودة حمص لكنف النظام، قامت الحكومة بعملية تمشيط للألغام والعبوات الناسفة لحماية ساكنها. نستكمل الإجراءات التي بدأناها بالأمس، ونعتقد أنه في الساعات القليلة القادمة سننتهي نهائيا من هذا الملف، وتعود كل الأحياء خالية من السلاح والمسلحين.
بهذا يكون النظام قد أحرز تقدما باسترجاعه لأحد أكبر معاقل المسلحين رغم عجزه في مناطق أخرى مثل ما يحدث في ريف إدلب في انتظار أن يعم الأمن والاستقرار أرجاء مدن سوريا. عبر مجلس الأمن عن غضبه على خلفية ما ارتكبته جماعة بوكو حرام مطالبا بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع الفتيات المخطوفات متوعدا بعقوبات إذا لم تنفذ مطالبه، فيما أعربت ميشيل أوباما هي الأخرى عن أسفها. المزيد مع خديجة سعد. أعرب مجلس الأمن الدولي عن غضبه الشديد جراء اختطاف أكثر من 200 تلميذة في نيجيريا على يدي حركة بوكو حرام، مهددا في ذات الوقت باتخاذ إجراءات ضد الخاطفين إذ لم يتم إطلاق سراحهن، معتبرا أن هذه الحركة تمثل تهديدا للاستقرار والسلام في غرب أفريقيا ووسطها، ومبديا قلقه في ذات الوقت من البيانات التي إصدرتها بوكو حرام مهددة فيها ببيع الفتيات كجواري. يأتي هذا فيما استمرت المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المختطفات عبر العالم. من جهة أخرى، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن معلومات تلقتها من مصادر موثوقة تكشف أن القوات النيجيرية لم تتحرك عقب تحضيرات تلقتها بشأن هجوم مسلح محتمل لبوكو حرام بنحو قبيل 4 ساعات من عملية الخطف، لكن الجيش النيجيري سرعان ما نفى ذلك، وأكد على لسان المتحدث باسمه أن ما ذكرته المنظمة لا يتعدى كونه حزمة إشاعات. وفي سياق ذي صلة، حلت ميشيل أوباما محل زوجها الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم في إلقاء خطابه الأسبوعي عبر الراديو، والذي خصصته للحديث عن اختطاف التلميذات في نيجيريا الشهر الماضي للتعبير عن مشاعر الغضب والحزن التي شعرت بها مع الرئيس إثر خطف الفتيات. إلى البرازيل، حيث يعتبر طبق الأرز الأكلة الأكثر شعبية بالبرازيل، في حين تعتبر فاكهة الأناناس الأكثر استهلاكا من طرف البرازيليين وحتى السواح. الزميلين كمال مهوي وحكيم مدريش رصد ذلك. هذه هي الأكلة الشعبية هنا في البرازيل، هي عبارة عن الرز وتانيك ويسقوه باللوبيا، لكن اللوبيا كما على بالكم يديروا لها اللحم، فيها الحرام كما يقولوا، ما فيهاش اللحم الحلال. لذلك ينصح كاع لي زاجيريري راهم جايين لهنا باش ياكلوا الرز برك ويسقوه بكاس حاجة اللي ما فيهاش اللحم تاعهم. وما يخفالكمش بلي البرازيل غالية بالفواكه الاستوائية كما المون كما الأناناس كما الدلاع كما حتى البطيخ، والأناناس أيضا المشهورة ديجا اللي يقولوا لها الأباكاشي، ننصحكم باش تتناولوها، هي لذيذة ولذيذة من بين الألذ ربما في العالم. تلفزيون النهار ومن خلال تواجده بسوروكابا التقى بفاروق أحد الجزائريين المقيمين بهذه المدينة، والذي ينحدر من مدينة خنشلة ويعمل في البرازيل في مؤسسة سامسونج. الزميلين كما مهوي وحكيم دريش ثانية. مهم فاروق بورا، انا عندي برس كاترون، عندي واحد ربع سنين هنا في ساو باولو. واش من تنحدر من اي منطقه في الجزائر؟ انا من الشرق، من الشرق الجزائري، من مدينه قيس ولايه خنشله من الاوراس. انا نخدم في سامسونج سائق مع الرئاسه هنا. فاروق في ساو باولو نقدر شحال نعرفوا كاين لي زاجيريا هنا؟ كاين يقول 10، كاين يقول 15، شحال راكم؟ والله الله اعلم بين 8 حتى 12 هكذا. فرحانين بلادك راهي تشرفك هنايا، ومام تما هنايا الناس بزاف ما تعرفش على الجزائر، حتى وتقتي يقول لك منين انت تقول جزائري ما عرفكش، بصح دركا بربي ان شاء الله يوليو يعرفونا وان شاء الله نديروا بون ريزلتا. عودة إلى أرض الوطن، حيث نظمت جمعية بي بي جي رحلة استكشافية بجبال إباريسن بغرض التعريف بالمنطقة الأثرية للمشاركين في مبادرة طبيعية أثمرت مشروعا للاعتناء بالمنطقة التي تعود لعصور ما قبل التاريخ.
التسلق واستكشاف الجبال من الرياضة، لكن جمعية إسلام قرايا وجمعية ثقافة بارسا اتخذ منها وسيلة لجلب انتباه السياح الجزائريين والأجانب وكذا السلطات لمنطقة بارسا التاريخية والمنسية. الهدف تاعنا هو تطوير السياحة الجبلية وهذه الرياضة الجبلية كما تسلق على الجبال لراندوني، وعلى زيادة هو إنشاء مشروع للسياحة الجبلية في هذه المنطقة الرائعة والقديمة عندها التاريخ يعني عميق. هذه المنطقة تعود إلى العصور القديمة جدا، حيث تداولت عليها عدة حضارات قبل وبعد الحضارة الرومانية. دونك رانا في إباريسن، رانا في قلعة ولا ان فيلاج أنتيك اللي شفى التاريخ عبر العصور. علاش نقول هكذا؟ خاطر هذه الدشرة هذه فيها دي بروف يعني هيستوريك. وشنو هما؟ نصيبوا الشيء اللي نسموه لي مونيمون ميغاليتيك بروتو هيستوريك كي سون ابيلي كومينمون لي زالي كوفير دي باريسن. هذوما تبناو في عهد قديم يعني افون لاباريسيون دو ليكريتور. هذه المبادرة نفضت الغبار عن باريسن وقد تجعل منها قطبا سياحيا، وهي مبادرة لقت استحسان الجميع لأنها أتت من الشعب لا من السلطات. إلى بشار، حيث يقوم الصيادون بالولاية بالتحديد بالمنطقة الجبلية الشرقية بعملية صيد الضب. هذا الحيوان الزاحف والشبيه بالتمساح يعيش بين الصخور وسط الصحراء. المزيد في تقرير نور الدين مزري ووردة أقشيشة. رحلة البحث عن الضب ليست بالأمر الهين، فهذا الحيوان الزاحف يعيش بين الصخور في الأراضي الصحراوية، ويتطلب الإمساك به جهدا كبيرا ومستلزمات ضرورية وخبرة تكتسبها مع الزمن في المنطقة الشرقية. من جبال بشار صعدنا وعلى وعسى نظفر بصيد ثمين. احنا هذا الضب مسكين شو جبناه العام تاع جافا، اكشوف هزيل مسكين ما عنده ما ياكل، وبداك الشيء وهذا الضب هذا يصبر ينجم يقعد تحت الأرض هنا في الغار ساعه عام، هو اللي قال لي والله نعلم يصبر الخنقس عام. وقفنا على أولى الحجارة التي تخفي تحتها الضب، ولأنه يعتمد على النبات في غذائه وشرابه فقد أرهقتنا حرارة الجو قبل خروجه، رغم أن الحرارة الشديدة تجبره على الخروج إلى ما يعرف بالمقيل وهي شقوق الصخور الجبلية، وهو ما يسمح بإخراجه من طرف الصياد بدق رأسه بغصن يابس. ده في الشقة هنا ذكرنا جوه ثانية زوال القايلة هو يجي يقيل هناك، شوفها في الشقة هنا ده سهل يستعنا نقبضوه غير نقزوه هنا هكا الراس يخرج. هاو يذبح الضب كذبح الماشية، وللحمه فوائد كثيرة، يؤكل مشويا أو مطبوخا، كما يستعمل دمه في العلاج، وبعد رحلة صيد شاقة لا بأس ببعض الشاي تحت ظل شجرة الجبوج لاسترجاع الأنفاس. بالفعل هو صيد ثمين. بهذا مشاهدينا نختم حصاد الليلة، وهذا تذكير نقول بأبرز العناوين. سنتان تمر على انتخاب نواب الشعب في البرلمان والحكومة خارج الرقابة. قبل أيام من انطلاق البكالوريا، المنشطات والشعوذة سلاح التلاميذ في الوقت بدل الضائع. تلفزيون النهار يلتقي بالجالية الجزائرية في البرازيل وينقل أجواء الشارع قبل انطلاق المونديال. وفي الحصاد تابعتم صيد الضب بصحراء الجزائر، هواية تتطلب مهارة وخبرة واسعة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله. إلى اللقاء.